وصباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وهذه التغطية الخاصة لوقائع المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم مستر مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروغواياني الجديد للنادي الأهلي، واللي تم التعاقد معاه مؤخرا وبالتحديد بالأمس. إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق مع فريق النادي الأهلي خلال المرحلة الهامة جدا المقبلة. يعني تغييرات عديدة في قطاع الكرة داخل النادي الأهلي. المؤتمر الصحفي إن شاء الله هيبتدي في تمام الساعة 12 ظهرا، يعني بعد ساعة بالتحديد من دلوقتي، بمقر النادي بالجزيرة. وأكيد هيكون مؤتمر صحفي هام جدا للحديث عن هذا الرجل، وللتواصل كمان أو التواصل ليه مع الإعلاميين والصحفيين في هذا المؤتمر، عشان يكون في تقارب أكتر ما بين الإعلام والراجل مستر مارتن لاسارتي، وطبعا معرفة فكره وخططه المستقبلية بالنسبة لفريق النادي الأهلي. خطوة أكيد مهمة جدا التعاقد مع هذا المدير الفني. وفي الحقيقة الموضوع يمكن خد وقت شوية، البعض كان متسرع قوي في الإعلان عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، وكان في أكتر من اجتهادات من عديد من الشخصيات بشكل عام، الإعلام، السوشيال ميديا، الصحفيين، وده شيء طبيعي لأن النادي الأهلي نادي كبير، فبالتالي الكل بيترقب مين المدير الفني القادم، مين اللي هيكون في تشكيل قطاع الكرة بشكل عام في النادي الأهلي بعد التغييرات العديدة اللي كانت موجودة خلال الفترة الماضية. لكن حاجة تحسب بصراحة لمجلس الإدارة وبالتحديد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، إنه كان في تريث نوعا ما في اختيار المدير الفني الجديد بالنسبة للفريق، وده كان شيء مهم علشان يكون الاختيار صائب ومناسب بالنسبة لمرحلة هامة جدا بالنسبة للنادي الأهلي خلال هذه الفترة. عارفين ان في تحديات كتير، عارفين النادي الأهلي الفترة اللي فاتت مر ببعض الظروف الصعبة شوية، سواء الخروج او خسارة نهائي دوري ابطال افريقيا وعدم التأهل لكأس العالم للأندية، وكانت صدمة في الحقيقة بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي اللي كان يعني بيمني النفس بالفوز بهذا اللقب الافريقي الغالي الغائب بعد فترة كبيرة جدا. لكن ما كانش في توفيق، وكان في ظروف معينة كلنا عارفينها واشياء كتير محيطة بمباراة الإياب بالتحديد وقبلها بأسبوع بعد مباراة الذهاب، وشفنا المستوى الفني السيء بالنسبة لفريق الترجي التونسي ومستوى الرائع بالنسبة للعين الإماراتي في المباراة اللي فاتت. فبالتالي كانت ظروف كلنا عارفينها، لكن دي مش اعذار بالنسبه لفريق النادي الاهلي، مش اعذار بالنسبه للنادي بشكل عام انك ما تفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، خصوصا ان انت وصلت لمراحل متقدمه جدا في هذه البطوله، ولا سيما ان انت وصلت لنهائي دوري ابطال افريقيا، كسبت مباراه الذهاب بنتيجه تعتبر جيده 3-1 على فريق كبير زي فريق الترجي. لكن طبعا كلنا شفنا الظروف الصعبه اللي مر بها النادي الاهلي، بعديها خرجت من البطوله العربيه كمان امام فريق الوصل بالتعادل 3-3 في مجموع المباريتين، خسرت مباراة في بطولة الدوري أمام مقاولين، يعني فترة كانت صعبة شوية على الأهلوية، فبالتالي كان في تغييرات لابد منها خلال المرحلة الحالية بالنسبة للنادي الأهلي علشان يرجع النادي الأهلي لمساره الطبيعي والصحيح، وهو المنافسة على كل البطولات، مش بس المنافسة كمان الفوز بأي بطولة بيشارك فيها النادي الأهلي، هو ده الهدف الأساسي والأسمى بالنسبة لكل جماهير الأهلي في كل مكان. علشان كده كابتن محمود الخطيب خد وقته بشكل كبير جدا في اختيار المدير الفني، وده شيء يحسب ليه بصراحة، علشان انت لازم تختار المدير الفني الأنسب. أسماء كتير سمعناها الفترة اللي فاتت، وكإجراءات طبيعي جدا ان احنا كنا نسمعها، لكن السرية كانت سمة الكابتن محمود الخطيب، وبالتحديد كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ، لان ملف المدير الفني كان ما بين كابتن محمود الخطيب وكابتن سيد عبد الحفيظ فقط لا غير. محدش في مصر كان يعرف ان المدير الفني الجديد هيكون مستر مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروغواياني. البعض كان بيقعد يقول اسماء كتير جدا، لكن احنا كنا بنأكد دايما ان المدير الفني الجديد هيكون من خلال الشخصيتين دول، سواء الكابتن محمود الخطيب او كابتن سعد عبد الحفيظ، ما تصدقوش اي اسم بيطرح في الاعلام، وده كان شيء طبيعي ومنطقي جدا. البعض كمان تطرق الى ان الكابتن محمد يوسف هو اللي هيكون المدير الفني حتى اخر الموسم، وكان في اراء غاضبه وناس كانت زعلانه جدا ان الكابتن محمد يوسف رغم ان هو تاريخ كبير وراجل قدر ان هو يحرز اخر بطوله لدوري ابطال افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي في 2013، راجل طبعا مدرب كبير جدا، لكن البعض كان بيمني النفس ان يكون في مدير فني اجنبي، وده اللي حصل. واحنا كنا ايضا بناكد معاكم هنا في بعض البرامج من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ان هيكون في مدير فني اجنبي،
وقلنا على الكابتن محمد يوسف ان هو مدير فني مؤقت، وكابتن محمد يوسف كان عارف كده كويس جدا، وكابتن سيد عبد الحفيظ كان مبلغه بالامور دي كويس، لحين تم التواصل اخيرا مع مستر مارتن لاسارتي المدير الفني الاوروجواياني عشان يكون المدير الفني لفريق النادي الاهلي خلال المرحله الهامه جدا المقبله. هيتولى امتى مستر لاسارتي المهمه بشكل رسمي؟ هو خلاص الراجل مضى العقود، وصل اول امبارح القاهره او امبارح بالليل بالتحديد، امبارح اجتمع مع الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ ووقع عقود لمده سنه ونصف عقده مع النادي الاهلي. الراجل مستمر طبعا بقيه الموسم، والسنه الجديده كمان ان شاء الله يكون موفق مع الفريق. وتجول امبارح في النادي، زار ملعب مختار التتش، غرف الملابس الخاصه بالفريق، الغرف الخاصه بالجهاز الفني، ودي لقطات اهو زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا كابتن سمير عدلي مدير اداري الفريق، مستر مارتن لاسارتي، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره خلاص بشكل رسمي. لحد امبارح كان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير كره مؤقت في النادي الاهلي، امبارح خلاص بشكل رسمي بعد ما اعلن كابتن محمود الخطيب تشكيل قطاع الكره في النادي بقى كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره خلال المرحله ان شاء الله الطويله المقبله. كمان كانوا بيتفرجوا زي ما احنا شايفين المبنى اللي وراهم ده، المبنى الجديد او المدرجات الخاصه بجمهور النادي الاهلي اللي بعض الاحيان ممكن يكون متواجد لمؤازره الفريق في استاد مختار التتش. المبنى ده هيكون فيه غرف جديده على اعلى مستوى، وكان بيتفقد هذه الغرف وعمليات الانشاء والاصلاح في هذا المبنى بالتحديد، وكمان شاف الغرف القديمه، وبيتفقد طبعا ارضيه استاد مختار التتش، هذا الاستاد العظيم والتاريخي طبعا بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله يكون مدير فني مبشر بشكل او باخر بالنسبه للفريق، لان النادي الاهلي زي ما احنا عارفين او الجمهور بشكل عام، الجمهور الاهلاوي ما بيقبلش غير بالانتصار دائما والفوز بالبطولات بشكل مستمر، وده شيء بديهي يعني بالنسبه للاهلاويه، وده اللي اتعودوا عليه. ثقافه الخساره للاسف مش موجوده عند الاهلاويه، مش عايزين نقول للاسف لان ده طموح وشيء طبيعي، وهم اعتادوا على ان النادي الاهلي لازم بيحاول يفوز بكل البطولات. بطوله افريقيا بالتحديد وحشتنا كلنا، بطوله دوري ابطال افريقيا والتاهل لكاس العالم للانديه ان شاء الله على ايد الراجل ده. النادي الاهلي خلال الست شهور الجايين دول نهائي دوري ابطال افريقيا هيكون في اخر خمسه او اول سته بالتحديد ان شاء الله، يعني بطوله مضغوطه شويه، ودي ميزه بصراحه بالنسبه للاهلاويه ان هم يقدروا يعوضوا سريعا خساره اللقب الافريقي اخر موسمين بالتحديد بعد ما وصلت للمباراه النهائيه سواء امام الوداد وخسرت او امام الترجي وايضا خسرت. ان شاء الله على ايد الجهاز الفني الجديد بقياده مستر لاسارتي وكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمد يوسف ان شاء الله يقدروا ان هم يرجعوا هذه البطوله الضاله عن دولاب بطولات النادي الاهلي لاكثر من خمس مواسم. الراجل طبعا زي ما احنا شايفين كده هو ماشي في مقر النادي الاهلي في الجزيره بيتفقد النادي، الناس طبعا حواليه سواء الصحفيين او الاداريين، واكيد كان في اهتمام اعلامي كبير، وخصوصا ان الاعلان عن اسم المدير الفني كان مفاجاه كبيره جدا جدا بالنسبه للاهلاويه بعد ما تناثرت اخبار كتير ان كابتن محمد يوسف اللي هيكمل. لكن في النهايه مستر مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي هو المدير الفني الاوروجواياني، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق خلال المرحله المقبله. خلينا نقول تشكيل الجهاز الفني بشكل عام للفريق الاول، طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير للكره، وهو بصراحه راجل مميز جدا في الحته دي كابتن سيد، وشفنا يعني خلال الفترات اللي هو كان متواجد فيها ونجح في هذا المكان بشكل خاص. كابتن سيد عبد الحفيظ وبصراحه الراجل هيوحشني هنا وهنفتقده هنا في قناه الاهلي، وكان بيأدي برضو دوره باكمل وجه، وكان يعني منبر اعلامي من خلاله بيطل الكابتن سيد عبد الحفيظ بكلام كان مهم جدا بالنسبه للاهلاويه، وكان ليه متابعينه الكتير، لكن طبعا تواجده في الفريق الاول لكره القدم هو الاهم علشان يدير الكره ويدير الفريق الاول بالتحديد بشكل مميز زي ما اتعودنا من كابتن سيد عبد الحفيظ. نتمنى له كل التوفيق، هو احد النجوم الكبار بالنسبه للنادي الاهلي. مستر طبعا هكمل معاكم بقيه تشكيل الجهاز الفني، مستر مارتن لاسارتي مديرا فنيا، كابتن محمد يوسف مدرب عام، سباستيان مدرب مساعد، وده راجل هيكون مساعد مع الجهاز الفني سواء مستر مارتن لاسارتي او كابتن محمد يوسف. طبعا دي لقطات شفناها اللي فاتت دي وهو بيشوف دولاب بطولات النادي الاهلي، على فكره الدولاب ده مش بيضم كل البطولات،
في بطولات كتير جدا في اماكن لسه مش عايز اقول بيدوروا على اماكن يحطوا فيها البطولات، لكن النادي الاهلي زي ما احنا عارفين في مختلف الالعاب مليء بالعديد من الانجازات والالقاب والكؤوس اللي متواجده داخل النادي الاهلي. طبعا هو هنا كان في غرفه مجلس الاداره وكان مع الكابتن محمود الخطيب، كابتن سيد عبد الحفيظ، وايضا كابتن محمد يوسف. فبالتالي خليني اكمل معاكم التشكيل الخاص بالجهاز الفني. قلنا مستر سباستيان مدرب مساعد، كابتن سامي قمصان مدرب عام، وتم استبعاد كابتن عادل مصطفى. الراجل ده بصراحه كادر جيد جدا فنيا بصراحه، الراجل كان متواجد مع الفريق الفتره اللي فاتت، الفتره القصيره بالتحديد اللي فاتت، وكان بيقوم بدوره على اكمل وجه، واكيد هيكون ليه دور قوي جدا ان شاء الله خلال مراحل كتير مقبله. فان شاء الله باذن الله نتمنى الكابتن عادل مصطفى كل التوفيق. كمان اكمل لكم الجهاز الفني سريعا قبل ما نروح لزميلنا كريم احمد. اليخاندرو مدرب احمال، وده مدرب احمال اجنبي، طبعا اصطحبه معاه مستر مارتن لاسارتي، واكيد الناحيه البدنيه والتاهيل شيء مهم جدا. والاحمال يمكن الفتره اللي فاتت النادي الاهلي كان بيمر بعض الظروف الصعبه من النواحي البدنيه، واللي ادت بالتالي الى بعض الاصابات. وايضا كابتن طارق سليمان مدربا لحراسه المرمى في النادي الاهلي، هو راجل اكيد مميز في هذه المنطقه وبالتحديد في تدريبه لحراس مرمى النادي الاهلي، وقدر ان هو يهيئ عدد كبير من حراس مرمى النادي في السنوات الكثيره الماضيه. نتمنى للجهاز بشكل عام كل التوفيق. طيب عشان نشوف تفاصيل اكتر وكل الجديد داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره، نروح سريعا لزميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كيمو صباح الفل عليك. عليك يا زميلي امير، برحب بيك وبرحب بكل مشاهديك وكل جمهور النادي الاهلي. يوم مهام جدا اكيد النهارده زي ما انت عارف امير، واكون تغطيه خاصه على شاشه قناه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. يكون تواجد للمدير الفني مستر مارتن، طبعا لا يكون متواجد بصحبه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. لو بكلمك امير، طبعا احنا متواجدين طبعا صباحا هنا في المؤتمر الصحفي بمقر النادي الاهلي بالجزيره قاعه فكري ابوظه. تم تحديد المؤتمر امس بعد وصول مستر مارتن مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، جوله كانت هامه جدا في النادي، تواجد مع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. زي ما انت عارف طبعا امير، سنه ونص خلاص تم التعاقد مع المدير الفني الارجواني، اللي اكيد كل الدعم ليه خلال الفتره القادمه لابد من المسانده الكبيره جدا من الجمهور، اللي اكيد بننتظره بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي جايه يكون سند ودعم لفريق النادي الاهلي. وايضا كمان كل الدعم ليه الجهاز الفني بالكامل، سواء مستر مارتن، كابتن محمد يوسف، كابتن سامي. يمكن مش عايزين طبعا نقول كل الاسماء انت لسه ذاكرهم دلوقتي، لكن كل الدعم ان شاء الله من الاعلام ومن كمان جمهور النادي الاهلي، اللي بناكد عليه كل مره امير، لان الفتره اللي جايه محتاجه يكون المسانده كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي. تاني كان كبير جدا من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره على اختيار المدير الفني في التوقيت المناسب، بالتوقيت المناسب وبشخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما انت عارف يا امير له متطلبات خاصه، المنافسه على كل البطولات بغض النظر عن الظروف، عن الغيابات، عن الاصابات، الظروف المحيطه بفريق النادي الاهلي. فاكيد كان لابد يكون اختيار موفق اختيار متأني بشكل كبير جدا لمدير فني يساعد النادي الاهلي في الفتره القادمه. انت عارف فتره مليئه بالتحديات، فتره صعبه وفتره مرحله مهمه جدا لفريق النادي الاهلي، فاكيد بنوجه كل الشكر لمجلس الاداره على الاختيار المناسب. واكيد زي ما بنقول يا امير ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره في الجهاز الفني بالكامل الجديد. لعيبه النادي الاهلي عندنا لعيبه هتعود بشكل كبير جدا خلال الفتره القادمه من الاصابات. الامور ان شاء الله باذن الله امير تكون موفقه للجهاز الفني. واكدت يمكن معاك في خليتي امس ان يمكن مستر مارتن هيكون متواجد في مباراه النجوم المباراه القادمه ان شاء الله يا امير، تكون مباراه موفقه لفريق النادي الاهلي مباراه النجوم اليوم. من طبعا انت عارف كل الاستعدادات كانت لفريق النادي الاهلي على قدم وساق. وانا معاك يا امير لو في استفسار، يمكن لسه ما بداش المؤتمر حتى هذه اللحظه، لكن تجهيزات كبيره جدا، بس انا معاك يا امير لو في استفسار. طيب كريم، عايز اسالك عن الحضور، مين هيكون متواجد في هذا المؤتمر الصحفي بخلاف الاعلاميين والصحفيين؟ عايز اعرف مين مجلس اداره النادي الاهلي، مين من قطاع الكره بشكل عام. يمكن طبعا بجانب الصحفيين والاعلاميين في اهتمام كبير جدا كالعاده طبعا للاعلان على المدير الفني، بالتاكيد كابتن سيد عبد الحفيظ هيكون متواجد، مدير الكره مستر مارتن هيكون متواجد، ايضا كمان مجلس اداره النادي الاهلي معالي الوزير العامري فاروق اكيد هيكون متواجد، الاستاذ طارق قنديل، الاستاذ خالد الدرندلي، الاستاذ خالد مرتجي اكيد هيكون، العميد محمد مرجان ايضا كمان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. كالعاده طبعا في تقديم المدير الفني بيكون متواجد عدد من اعضاء مجلس الاداره، وايضا كمان مدير الكره الكابتن
السيد عبد الحفيظ، تجهيزات على قدم وساق يا امير في صاله فكري اباظه استعدادا طبعا لاستقبال المدير الفني. اكيد هيكون في تساؤلات عديده جدا للصحفيين والاعلاميين المتواجدين الفتره القادمه، اكيد هيتسال مستمرة على البطولات المتتاليه والمتلاحمه لفريق النادي الاهلي، كيف ستعامل معاها، بيشوف ازاي النادي الاهلي وقيمته الكبيره افريقيا وعربيا وايضا كمان عالميا. اكيد تساؤلات كثيره جدا هتهتم بشكل كبير جدا كل المشاهدين وجمهور النادي الاهلي، واكيد هيكون بيجاوب عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر مارتن. اكيد يا امير بناكد كل مره على الدعم، لابد يكون في دعم كبير جدا من جمهورنا جمهور النادي الاهلي خلال المرحله القادمه. النادي الاهلي يمكن بيستمر في الانتصارات، ماشي بخطه ثابته خلال المباريات الماضيه، عنده مواجهه هامه جدا مع فريق جيما بطل اثيوبيا، والنهارده مباراه النجوم، تلاحم كبير يا امير جدا. فعشان كده بناكد على الدعم الكبير والمسانده الكبيره اللي لابد تكون متواجده من الجميع. برجع لك يا امير وانا معاك ايضا كمان لو في اي استفسار. طيب كريم، ان شاء الله الراجل هيحضر المباراه النهارده بنسبه كبيره صح؟ بنسبة كبيرة جدا يا امير، هو الراجل متحدد ان هو يكون هيمشي الثلاثة، هيسافر الثلاثة، هيرجع بلده طبعا لتجهيز اموره للعودة الى القاهرة، فبنسبة كبيرة جدا. واكيد طبعا النهاردة بعد المؤتمر مباشرة هيكون سؤالي ليه وسؤالي للكابتن سعد ابو حفيظ ان هو يكون متواجد في مباراة النجوم ولا لا، بحيث ان احنا ناخدها اكيد منه على شاشتنا، شاشة قناة النادي الاهلي. ان شاء الله. كريم احمد مراسل قناة النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا طبعا على هذه التغطية المميزة، وبالتوفيق ليك دايما ان شاء الله تغطي لنا النهاردة المؤتمر الصحفي بشكل مميز وهام جدا. وزي ما شفنا كده كريم احمد بيكلمنا عن كل كواليس المؤتمر النهارده والامور هتبقى ماشيه ازاي، وزي ما قلت لكم ان شاء الله الراجل هيتولى التدريب او مهمه المدير الفني داخل النادي الاهلي بشكل رسمي بعد مباراه الاياب امام فريق جيما الاثيوبي. ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق بعد ما فاز في مباراه الذهاب بنتيجه 2-0 ويتاهل لدور المجموعات ودور ال 16 من بطوله دوري ابطال افريقيا في طريقه نحو استعاده هذا اللقب الغالي. قبل ما نروح الفاصل عايز اقول لكم ان المؤتمر ان شاء الله هيكون لايف على صفحة قناة الأهلي طبعا على الفيسبوك، وممكن تتابعوا المؤتمر بشكل حصري ومباشر من خلال طبعا شاشة قناة النادي الأهلي وكمان من صفحة قناة الأهلي على فيسبوك. كمان مستنيين تعليقاتكم على الصورة الخاصة بمستر مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الأهلي من خلال أيضا صفحة قناة الأهلي. بعد الفاصل إن شاء الله هنستضيف زميلنا العزيز أو صديقنا العزيز كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة للحديث بشكل مفصل عن مستر مارتن وعن كل كواليس الخاصة بالمؤتمر الصحفي. استنونا بعد الفاصل. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وهذه التغطية الخاصة لوقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمستر مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروغواني الجديد. لكن بينضم لي في هذه اللحظات أستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة، منورنا ومشرفنا في الاستوديو. أستاذ كريم مساء الفل عليك. صباح الخير يا أمير، صباح الخير جميع مشاهدي قناة الأهلي. أخبارك إيه؟ كل تمام؟ الحمد لله، الحمد لله. يعني النهاردة المؤتمر الصحفي الخاص بمستر لاسارتي مدير فني جديد، مفاجأة كاسم بالنسبة لكل المتابعين وكل الوسط الرياضي بعد أسماء عديدة تم تداولها خلال الفترة اللي فاتت. شايف تعيين مستر لاسارتي إزاي وأهمية تواجده في الفترة الحالية مع النادي الأهلي؟ شوف خليني ابدا معاك من حته الحفاظ على سريه المفاوضات دي، ابرز حاجه بالظبط. احنا حتى كناس شغالين في الميديا حاولنا بصراحه جاهدا ان احنا نحاول يعني نعرف الاسم بيها فتره خالص خالص. احنا فعلا بص يعني اول مره بصراحه يعني في الوقت الحالي تخلي بالك الميديا وسعت بالظبط، بتتكلم على ويب سايت وبتتكلم على راديو وبتتكلم على قنوات وحتى السوشيال ميديا نفسها في ناس دلوقتي حتى مش ممتهنين الاعلام ولكن بيعملوا المهمه على السوشيال ميديا من خلال الصفحات او من خلال الجروبات، لكن ما حدش في مصر كلها عرف اسم مارتن لاسارتي غير لما اعلن عبر الموقع الرسمي للنادي الاهلي، وطبعا دي حاجه كويسه وحاجه بتبين لك كمان ان الوضع لحد ما مختلف عن قبل كده. يعني في فتره سابقه كان في بعض الاسامي كانت بتتداول بشكل كبير في سواء مفاوضات النادي الاهلي مع مدربين او مع لاعبين، فطبعا ده شيء جيد. بالنسبه لاختيار مارتن لاسارتي لازم نفرق بين حاجتين، اول حاجه طبعا نقول هو اسمه مارتن، الاسم ده شيء مهم جدا، مارتن لاسارتي بالسين
بالسين ده اكيد بالاسباني طبعا. بتتقال لاسارتي. لاسارتي لا 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 لاسارتي بالاسباني لاسارتي لا 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 بالانجلش لا هو اوروجواي هو من راجل من اوروجواي اسمه مارتن لاسارتي. لاسارتي اي حد حابب يعني شباب يعني عمل طبعا بنتكلم على مدرب اثر في حياه لاعبين كتير فممكن يبقى ببساطه اي حد يخش على اليوتيوب ويجيب اي انترفيو لجريزمان بيقول مارتن هيقول هيسمعوا مارتن لاسارتي لويس سواريز طبعا نجم الاورجواني الكبير بيقول مارتن لاسارتي كل النجوم بيتكلموا عنه واسمه مارتن لاسارتي مفيش لازارتي دي خالص خالص تمام لان هي انتشرت بشكل كبير طب الحاجه المهمه بقى عايزين نوضحها واحنا بنفرق بنقيم مدير فني بنقيم مدير فني بشكل عام ولا بنقيم تجربه طيب مارتن لاسارتي كاسم مدير فني اسم كبير ليه لما اسم كبير طبعا لان بعض طبعاً. بيقول ان الراجل ما عندوش سي في قوي الراجل ما مسكش انديه كبيره لا. انا طبعا احترم كل وجهات النظر أكيد. اي حد له وجهه نظر طبعا لها كامل احترام مني ولكن لازم نفرق بين حاجتين ما بين معلومه وما بين وجهه نظر المعلومه اللي قدامنا ان لويس سواريز في 2015 كان عنده انترفيو بيلعبوا معاه برنامج لطيف كده ظريف قوي يعني اسئله سريعه بالظبط في كل حاجه فسالوه مين المدرب المفضل ليك قال اسمين بنتكلم على لويس سواريز مهاجم اورجواي الاول ومهاجم طبعا نادي برشلونه قال مارتن لاسارتي وتاباريز المدير الفني الحالي لمنتخب اورجواي فبنتكلم احنا النهارده على واحد اثر في لويس سواريز وهو كان طلعه لما كان بيلعب معاه في اورجواي وطبعا النجم التاني بنتكلم عليه انطوان جريزمان طبعا نجم فرنسا الكبير وكان السنه دي بينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم في كل شيء طبعا السنة جريزمان يعني كان واخد حاجات كتيرة خدت مع أتلتيكو اليوروبا ليج وخد المونديال مع فرنسا وأنطوان جريزمان بيتكلم على إن هو أوريدي مارتن لاسارتي هو اللي طلعه لما كان ناشئ في ريال سوسيداد لما هو مارتن لاسارتي قاد الفريق إن هو يصعد لدوري الدرجة الأولى في أسبانيا في الموسم 2009-2010 وهو إدى الفرصة لجريزمان وخلي بالك جريزمان يعني ساعتها كان لسه مش محدد مركزه واعتقد مارتن لاسارتي ليه دور كبير جدا في حياه جريزمان في حيث ان هو اول حاجه لعبه على كوينجر وبعد كده لعبه تحت الاسترايكر بعد كده طبعا ديجو سيميوني بقى مهاجم صريح لكن حتى احنا يوم اللي اعلن فيه النادي الاهلي تعاقده مع مارتن لاسارتي تزامن ان جريزمان لعب المباراه رقم 300 ليه بالظبط في اسبانيا وساعتها هو نزل صوره على انستغرام مع لاسارتي وهو بيحضنه وقال انا عمري ما انسى فضل لاسارتي عليا في حياتي فالتقييم العام للاسارتي ان احنا بنتكلم على مدير فني له اسمه حتى في انا كنت شفت له انترفيو مع احد القنوات الرياضيه الفرنسويه في اعتقد الشهر الماضي كانوا بيحللوا اداء كافاني مع باريس سان جيرمان ولما حبوا يقيموا كافاني جابوا مارتن لاسارتي كان ضيف في البرنامج والبرنامج موجود على اليوتيوب يعني الناس بتحب الكوره بتحب التحليل يقدروا يتفرجوا عليه طبعا كتقييم عام اسم كبير وعنده ميزه ان هو بيطلع نجوم يعني ايه يعني هو بيعلم كوتشنج بتتكلم على كوتش وده يعني شيء مهم قوي طبعا ان يكون في كوتشنج كمدير فني يقدر يغير حتى مجريات المباراه تحديد الشوط الثاني دي كانت ميزه من المميزات اللي عند مستر مانويل جوزيه على فكره لا وحاجه تانية يا امير كمان لو اللعيبه عندها اخطاء اصححها بالظبط انا ما اتعاملش مع لا انا ساعات بحس ان الناس بتتعامل مع لعيب النادي الاهلي اي لعيب بيلبس التيشيرت كانه لعيب بلاي ستيشن وصل للماكس لا مين قال كده طبعا. يعني مثلا ادي مثلا ناصر ماهر فعلا بلاي ميكر واعد جدا واعد جدا كبيرة. جدا جدا وعنده كنترول جميل جدا على الكوره لكن السؤال هل ناصر ماهر دلوقتي في الوقت الحالي وصل للتوب ليفل بتاعه مستحيل لا طبعا. محتاج لسه نصايح ومحتاج شغل ومحتاج يظبط بعض الامور وكمان امتى استحمل الضغط يعني ممكن ناصر ماهر النهارده يبدع في ماتش مع فرقه متوسطه الدوري لكن هل مثلا ناصر ماهر نضمن له المستوى ده في ماتش قمه طب ماتش بره في افريقيا طب يلعب مع المنتخب لا كل دي مراحل بتحتاج كوتش بالظبط ما بتحتاجش بس مدرب يحط خطط وخلاص طبعا من ضمن الاسماء اللي اكتشفها ايضا مستر مارتن لاسارتي يارا مندي لو كلنا نفتكر اللي كان لاعب في ريال سوسيداد ثم انتقل لريال مدريد ولعب في المنتخب الاسباني وبعد كده رجع لريال سوسيداد في الفتره الحاليه طيب الراجل امبارح كان متواجد في النادي الاهلي ومضى العقود بشكل رسمي هو الاول امبارح الاول وصل بالليل ومشي او تجول في النادي الاهلي وملعب النادي الاهلي زي ما احنا شايفين كده في اللقطات دي اكيد ده شيء مهم جدا الراجل
يعني مضى العقود، فبالتالي عايز يعرف كل كبيرة وصغيرة عن النادي الأهلي فيما يخص حتى الناحية الإنشائية الخاصة باستاد مختار تتش والتعديلات اللي هتحصل خلال الفترة المقبلة. وزي ما احنا شايفين كده في الخلفية المبنى اللي هيكون جديد الخاص بغرف خلع ملابس والجهاز الفني والإداري بالنادي الأهلي. يعني الواضح ان الراجل كده بيهتم بكل صغيرة وكبيرة، وده شيء هيكون مميز جدا. اكيد طبعا. انا بص، المدير الفني الاجنبي اللي بيجي معاه جهاز متكامل اكيد لازم يبقى واخد باله من كل حاجه، واعتقد يعني برضه طالما احنا الشاشه قدامنا على ارضيه ملعب التتش ربما تكون بحاجه الى اعاده النظر والتطوير شويه، عشان يعني احنا في ظل الاصابات الاخيره اللي لعيبه كتيره في النادي الاهلي احنا لسه مش اعتقدش في حد حاطط ايده على السبب الرئيسي. في بعض طبعا علامات الاستفهام على موضوع الاحمال في الفتره اللي فاتت، ممكن الجهاز الطبي بس وممكن الارضيه. السبب في الاصابات العضليه مش ارضيه اعتقد. يا ما بص يا امير، احنا ما فيش عندنا حد يجزم طبعا. احنا عندنا حاليا عدد كبير جدا، فالموضوع الملف محتاج ايه؟ محتاج دراسه طبعا. لازم تبحث عن الموضوع وتحط يعني تشك في كل شيء. اكيد. فاعتقد طبعا مارتن سالتي اكيد هيبقى عنده تعقيبات وتعليقات كتيره كتير على الامور دي، واكيد هو ادرى مننا كلنا كراجل نتكلم على واحد مش مدير فني، الاسم مش قليل خالص. واكيد اعتقد هو هيفيد النادي الاهلي وهينقل خبراته هو والجهاز الفني اكيد اللي معاه، بنتكلم وكمان مع يعني سباستيان اجوارين عايزين المدرب المساعد اللي معاه. الاثنين يا امير عندهم ميزه حلوه قوي قوي. هي بقى ان مارتن سارتي هو لعيب كان مدافع كان مساك، وسباستياني جوارين كان هاف ديفندر. وانا مؤمن بوجهه نظر الشخصيه، مؤمن تماما ان المدافعين ولاعيبي خط الوسط المدافعين هم اللي بيتحولوا لمدربين كويسين. ليه؟ اشمعنى؟ عشان هو بيلعب بيبقى شايف الملعب. صح. انت كنت تطلع قدام تبقى تشوف الاسامي تلاقي المدربين بينزلوا. يعني مثلا مارادونا لعيب اعظم لاعب في التاريخ طبعاً. مدير فني فاشل على قده طبعا. بيليه اعظم لاعب في التاريخ لكن ما دربش. فان باستن، ماركو فان باستن لاعب هولندا الكبير، لعيب عظيم مدير فني فاشل. تعال بقى خط الوسط، جوارديولا ممتاز، احسن مدير فني، ديشامب ممتاز، أليجري ممتاز، حتى زي دين زيدان لحد ما كان بيلعب بوكس تو بوكس مش بلاي ميكر يعني رقم 10 على طول. فكل اللاعب اللعيبه وهي بتلعب كوره بقول دي اكيد الكل قاعده استثناء اكيد يعني اكيد طبعا. بس انا بقول الشكل العام بحس ان لعيبه خط الوسط والمدافعين لما بيتحولوا يبقوا مديرين فنيين بيبقوا افضل. عندنا طبعا في مصر كابتن طارق العاشي، وعندنا طبعا كابتن عماد النحاس طبعا مع المقاولين عامل شغل حلو قوي بصراحه. عشان انت بتشوف اللعيبه دي بيبقى عندهم قدره ان هم يشوفوا الملعب، التعليمات التكتيكيه ليهم اكتر من المهارات ومن الفنيات. فانا شايف ان تجربه مارتن لاسارتي مع النادي الاهلي ان شاء الله، وسباستيان اجوارين المدرب المساعد طبعا، يعني سباستيان اجوارين لحد ما هو اعتزل في 2016 وخاض معاه تجربة واحدة في أوروغواي. بس طبعا نتكلم على ان هو اكيد عنده حاجات هيقدمها للعيبة، واهم حاجة تاني الكوتشنج في التدريبات، لان ده انا دي احد النقط اللي انا شايف لعيبة النادي الاهلي محتاجاها، ان يبقى معاهم مدرب يصحح لهم اخطائهم ويعلمهم مهارات جديدة وطرق جديدة وتاكتكس جديدة عشان نشوف شكل مختلف للنادي الاهلي في الفترة الجاية. يا رب ان شاء الله نشوف شكل افضل بكتير من اللي بنشوفه دلوقتي للنادي الاهلي في المرحلة المقبلة. عايزين نتكلم عن سيرته الذاتية. نعم. الراجل يعني ابتدى مسيرته التدريبيه في عام 97 في الاوروغواي كاوروغواي طبعا كمدربا. نعم. لفريق رامبيلا. نعم. ثم بيلا فيستا لينتقل لازارتي لتولي تدريب فريق الوصل الاماراتي. بالظبط. عايزين نقف هنا شويه لان دي اول تجربه انا شايف ان لازارتي نجح فيها. انك بتتكلم بتاعت الوصل. الوصل ليه بقى؟ لان الوصل هو كان ساعتها الوصل بينافس على الهبوط وخلاص، يعني الفريق عنده مشاكل كبيره جدا واقترب من الهبوط. هو الراجل اشتغل معاهم وقدر يوصلهم ليه المركز الخامس. في التاني بتتكلم على مدير فني ليه بصمه، وخلي بالك دي مهمه جدا. هندي مثلا بسيط، مستر مانويل جوسيه لما جه في 2001 2002 كان جاي بعد مرحله فاشله جدا مع ديكسي الالماني. وساعتها كان مستر مانويل انا افتكر ساعتها ما كانش معاه قوام كبير، كان ساعتها النادي الاهلي كان فتره شبه دلوقتي. كابتن حسام ابراهيم كانوا مش في 99 بالزبط. وكان النادي الاهلي اعتقد كابتن وليد صلاح الدين كان هو النجم الابرز في الفريق، وطبعا كابتن سعد حفيظ طبعا وهدفه الشهير في ماتش الترجي. في الموسم ده مستر مانويل بدا يشتغل على حاجات بسيطه جدا، وفي الدوري كان اول مباراه في الدوري خسر من غزل السويس 2-0 وكان بعيد شويه عن المنافسه، بس قعد ماشي ستيب باي ستيب وبيكسب 1-0 او 2-0 1-0 2-0 لغايه ما بدا يجني ثمار شغله قبل ماتش الزمالك بماتش واحد.
كان ماتش الترسانه وكسب ساعتها 5-1 بالظبط. الماتش اللي وراه كسب نادي الزمالك 6-1 فده يبين لك ايه؟ يبين لك ان انا لازم ابدا امشي خطوه بخطوه ما استعجلش وابني في التيم بتاعي. فانا بشوف لسارت في الحته دي عملها مع الوصل تجربه بتؤكد نفس الفكره، بعديها تجربته الاهم مع ريال سوسيداد لما راح اوروبا بقى والتجربه ليه في اوروبا لما راح في موسم 2009 2010 وخد الفريق من الدرجه الثانيه ليه الدرجه الاولى، ودي حاجه مش سهله بره في اوروبا. انت بتتكلم على فرق يعني ممكن احنا ممكن نقارن دوريات الدرجه الادنى في اوروبا بدورياتنا المستوى الحد هو ده المتقارب، لكن المستويات الهاي ليفل دي احنا بعيد عنها. فبالتالي هو لما عمل الحركه دي انا بشوف ان هو عنده الحته دي ازاي النهارده بقى انت وضعك الى حد ما في مشاكل، وابدا انا اول حاجه اعملها احط ايه؟ احط علاج سريع بحيث ان انا اخلي فيه شكل بس كويس بالزبط. وبعد كده ابدا اطور، لكن لازم يبقى وانا بعمل كده لازم يكون في صبر، والصبر لازم يكون جمهور، جمهور ما ينتظرش لازم ان النهارده راجل هيمسك النهارده الفرقه بكره لا او بكره هيلاقي شكل مختلف، لا طبعا لازم اديله فرصه ولازم تدعيمات الجديده اللي مجلس اداره الاهلي طبعا ماشي فيها بشكل جيد وبرده بشكل سري للغايه. واعتقد النادي الاهلي يبدا ان شاء الله على ممكن نبدا نقيم الراجل من الصيف الجاي وحتى بدايه الموسم الجاي، ان هو محتاج فتره عشان يتأهل. خلي بالك برضه امينكم عايز اقول لك دي، حتى مستر مانو في فتره في الولايه الثانيه عمل نفس الشيء لما جه بعد اوليفيرا وكان النادي الاهلي متاخر جدا جدا في الدوري، اعتقد كان ساعتها في المركز العاشر في موسم 2003 2004 وبدا يمشي لغايه لما قرب شويه من نادي الزمالك لولا التعادل مع النادي المصري حسب ما اتذكر، التعادل 0-0 بورسعيد وبعد كده اتغلب من الزمالك، هو دول الماتشين اللي بعده النادي الاهلي عن لقب الدوري، ولكن خد ساعتها المركز ده. فده مهم جدا جدا ان الناس تفهم ان الراجل ما يتحطش يضغط السنه دي، ما ينفعش اطلب منه اي شيء هو يشتغل طبعا، بس في نفس الوقت خليني اقول لك ان النادي الاهلي مركز على بطوله افريقيا برضه السنه دي اكيد. بص انت اكيد النادي الاهلي هيلعب في اي حاجه ومركز عليها اكيد، ده سيستم. ده احنا بس لازم نوضح للناس لان مش معنى كلامك ان الراجل مش يعني مش هيبقى بيفكر، بس في فرق في فرق بين ان انت تحط ضغوط. وخليني ادي مثال بسيط جدا، الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري قبل كاس افريقيا 98 قال تصريح شهير جدا 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 كل حضور ساعتها فاكرينه، قال انا رايح كاس الامم كان 15 فريق انا رايح هاخد المركز ال 13 صح تمام فعلا. قال التصريح وسابه ساب الناس والناس بدات تتكلم ولا اخر، هو بقى شغال في حاجه ثانيه بالظبط، وراح ونافس وخد البطوله بس هي السؤال انا النهارده هل ينفع النهارده اجيب لسارتي مثلا في مؤتمر صح اقول له خلي بالك انت السنه دي لازم تكسب لي افريقيا؟ لا طبعا لا لا لا, لا. ما ينفعش اعمل الكلام ده، لكن الراجل هو عارف منظومه الاهلي وشيء طبعا وقفته قدام دولاب البطولات كافيه جدا ان هي تفهمه عقليه النادي اللي هو جاي يشتغل فيه، وهو تاريخ النادي بيتكلم عن نفسه اكيد يعني اكيد. فبالتالي انا بس بتكلم على حته الضغوط بس الضغوط لازم الناس ما تحطش ضغوط على الجهاز الفني، لازم يشتغل لازم عنده فرصه ان هو يعدل حاجات كتير لان لسه قدامه شغل كتير لفتره كامله. هو نجح بشكل كبير جدا في اوروجواي وقدر ان هو يفوز بدوري الدرجه الاولى 2005 و2006 وحقق بعض البطولات هناك. نعم. اوجه التشابه ما بين الكره اللاتينيه والكره المصريه من وجهه نظرك؟ شوف انا بشوف ان احنا لحد ما يعني حد احنا مثلا في اوروبا احنا من حوض البحر المتوسط لحد ما ممكن نتشابه مع اسبانيا البرتغال اليونان، فهي نفس المدرسه ونفس الحماس وبنتكلم على تقريبا نفس عقليه اللاعبين اللي هي بتبقى حد ما ممكن اللعيب تلاقيه بنهتم بالمهاره اكتر من الاحترافيه شويه، اللعيب ممكن يفقد تركيزه لما بيتقدم في النتيجه، فاهم قصدي؟ فاللي اقصده ان هي ممكن الكره اللاتينيه انا شايف ان في ضغوط جماهيريه برضو زي هنا وعندهم طبعا بتتكلم ارجنتين يعني ارجنتين جماهير ارجنتين طبعا يعني بنتكلم على نفس الشغف ونفس الحب طبعا. دي صوره لايف من المؤتمر الصحفي المفروض هيبتدي كمان تلت ساعه يعني ان شاء الله. وانا شايف ان المدرسه اللاتينيه لحد ما بدات تخش في الكره المصريه اكيد طبعا بعد تجربه هيكتور كوبر واللي ما زلت انا شايف انها ناجحه يعني طبعا. الراجل حقق الاهداف الخاصه بيه، ممكن طرق اللعب الناس ما كانتش عاجباها طريقه اللعب لكن اهم النتيجه ايه؟ انت صعدت كاس عالم وصلت نهائي افريقيا اتفضل. وخلي بالك بقى النقطه المهمه جدا هنا امير ان الشخصيه بقى شخصيه مارتن لاسارتي شخصيه قويه، ده اهم حاجه شخصيه قويه دي اهم حاجه بصراحه، وشخص واضح ان هو بيبقى ماسك زمام الامور ما بتفلتش منه، شخصيته قويه مع اللعيبه، واعتقد ده برده من احد النقط اللي التيم الحالي للنادي الاهلي محتاجها. فانا شايف بصراحه الاختيار كان جيد مبني على
حاجات، يعني مش انت بس تختار وخلاص، لا مبني على حاجات، والراجل برضو جايب معاه مساعد وجايب معاه مدرب احيانا. ودي نقطه انا دايما بحبها في المدير الفني الاجنبي. المدير الفني الاجنبي لازم دايما يجي يشتغل مع ناس في الجهاز الفني بتوعه يبقوا من جنسيته او من نفس اللغه بتاعته عشان يسهل التعامل بالزبط. وعشان كمان افكاره توصل بشكل كبير، وده ده شفناه في المنتخب او حتى في الوقت الحالي في الجهاز الفني للزمالك في اوجه كتيره بشوف لازم. ودي كانت احد النقط الغلطه عندي كارتيرون انه ما كانش معاه مثلا مدرب احمال اجنبي، كان جاي لوحده خالص مثلا. فان شاء الله انا متفائل خير بمرتب سياده النادي الاهلي، واعتقد النادي هيبدا يجني ثمار هذا التعاقد، ولكن بعد فتره زي بالظبط بالظبط زي الزرع، انت بتزرع وبتستنى شويه عشان تحصد اللي انت زرعته. طيب نيجي بقى لجزئيه مهمه جدا، وطرق اللعب الخاصه بالمستر لاسارتي. طرق اللعب انت شايفها ازاي، وايه افضل طريقه بالنسبه له هو دايما بيلعب بيها؟ شوف، هو طبعا الطريقه الابرز دي مع الوسط او حتى مع ريسو ده طبعا بحيث ان هي كانت الاقرب شويه، هي 4-2-3-1، وفي بعض الاحيان كان بيلعب ال 4-4-2 اللي هي الدبل 6 او اللي احنا بنسميه اللي بيبقى فيها مشتقات من طبعا انك بتحط بلاي ميكر ورا الاثنين المهاجمين. وبالتالي انت هنا مع مدير فني عنده اهم طريقتين او منتشرين دلوقتي في الوقت الحالي. الطريقه بتعتمد على اثنين طرفين ومهاجم ثابت اللي هو راس الحربه الوحيد داخل المنطقه دي اللي هي 4-3-3 مشتقاتها. بالظبط 4-3 مشتقاتها، سواء انت هتلعبها 4-2-3-1 وترجع الجناحين، او الثانيه بقى اللي هي ال 4-4-2 ومشتقاتها ال 4-1-2-1-2 او ال 4-2-2-2 وهكذا. وبالتالي انا بشوف ان دول اهم طريقتين لازم اللعيبه متدربين عليهم واي جهاز فني يستخدمهم. ليه؟ انت وانت بتلعب ال 4-3-3 او مشتقاتها دي طريقه متعبه بدنيا طبعا. ليه؟ انك بتعمل ستريتشنج دايما على الاطراف، بتحتاج اللعيبه تجري كتير، الوينجر دايما لازم يرجع يدافع. نفس المشكله الابديه بتاعت النادي الاهلي مثلا مع لاعب زي احمد الشيخ، دايما بنقول الدور الدفاعي الدور الدفاعي، مع ان احمد الشيخ بالمهاره اللي هو فيها لازم يبقى عنده حريه بالزبط. وحاول انت تخلي لعيب من خط الوسط هو اللي يغطي شويه مع الباك. فبالتالي دي طريقه هو بيعتمد عليها اكيد بدون شك، ولعب بيها كتير جدا مع السداد او مع الوسط. وبالتالي انا بشوف ان هي مناسبه، والنادي الاهلي بيلعب بيها من ساعه كابتن حسين البدري، كابتن محمد يوسف، وحتى برضه جريدو لعب بيها، ناس كتيره لعب بيها، واللعيبه حتى النادي الاهلي فيه جناحات كتيره وبالتالي بيلعبوها بشكل جيد. طيب تمام. الحل بقى البديل ليك لما انت تيجي في ماتش اتزنقت والوقت بيروح منك وعايز النهارده ابدا العب السهل الممتنع عشان اجيب اهداف، اعمل ايه على طول؟ لازم اقلبها ل 4-4-2 صريحه واعتمد على الكورسات. وبالتالي هنا بتحتاج مدير فني ازاي يعلم لعيبته يفضوا المساحه على الطرف واعمل اكبر عدد من الكورسات عشان ابدا النهارده الحق نفسي. يعني مثلا ماتش الترجي كان اعتقد من احد النقط اللي كان لازم كارتون يعملها في اخر الماتش، انا الوقت بيروح مني لازم العب كورسات. وهدي مثلا بسيط برضو اللي بيعملها حلو قوي 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 في الدوري المصري، كابتن احمد سامي مدرب فريق النجوم اللي هيلاعب النادي الاهلي النهارده، كابتن احمد سامي ذكي جدا في الحته دي، على طول باول ما يلاقي نفسه اتزنق يروح لاعب محطه اثنين مهاجمين في شرويده ويحط وصلاح امين ويطرف الجناحات بتاعته. عملها مع كابتن طريحه في ماتش بتروجيت، كان مغلوب في اول شوط 2-0، الشوط الثاني جاب 3 اجوان. هي الطرق سهله، انت كل اللي انت بتحتاجه ان انت يبقى معاك مدير فني عارف امتى استخدم دي وامتى استخدم. وانا متاكد ان لاسارتي من الطرق اللي هو بيلعبها، ودي مكتوبه في السي في بتاعه، بيلعب بدي شويه وبيلعب بدي شويه. طيب عقليه اللاعب المصري او ذكائه يقدر يستوعب تغيير الطريقه داخل ارضيه الملعب بشكل سريع مع مدير فني كمان جديد؟ احنا بنتكلم على لعيبه النادي الاهلي، تمام، بنتكلمش على لعيبه في فريق متوسط، لا بنتكلم اللعيب اللي بيرتدي قميص النادي الاهلي، بنتخيل ان لازم يكون عنده مرونه تكتيكيه كبيره جدا. بنتكلم ان النادي لعيبه النادي الاهلي هي بتبقى يعني الايه المورد الاساسي للمنتخب، وبالتالي لازم اللعيبه يبقى عندها المرونه التكتيكيه. ان انا النهارده لما المدير الفني بيعمل تحول لطريقه اللعب ما بين في خلال نفس المباراه، لازم انا عندي القدره ان انا اتحول على طول وانفذ القرار. وندي مثلا بسيط عشان الساده المشاهدين يبقوا شايفين الصوره معانا. مثلا لو انا بلعب ب 4-3-3 ومطلوب من الوينجر ان هو يعمل اختراق للعمق زي مثلا ما بيعمل مثلا وليد سليمان، وزي ما كان مثلا بيعمل بصراحه كانت فيه ممتازه جدا مؤمن زكريا. مؤمن زكريا في الحته دي ممتازه جدا، كان بيعملها مع كابتن حسين بدر بشكل ملفت. طيب انا دلوقتي اتزنقت وعندي مروان محسن سترايكر، ونزلت معاه مثلا اجاي ان شاء الله لما يرجع من الاصابه، او ازارو او صلاح محسن، يبقى النهارده عندي لا انا مش هخترق العمق، انا هفضل على
الخط بتاعي عشان اعمل الكروس، وبالتالي لازم النهارده مهاره الكروس تعلى. دي بقى مدير فني وتدريبات واللعيب بالظبط. يعني النهارده انا بصراحه بشوف ان النادي الاهلي احد الاسلحه اللي هو ما بيستخدمهاش الكروسات. لازم النهارده دايما الكروسات دي بتبقى سهله عندي، بس لازم اجدها. وبصراحه في اخر ماتش انا كنت لازم اشيد بيه، انا عارف ان هو عليه هجوم بعض الشيء، لكن احمد حمودي من اكتر احسن لعيبه في النادي الاهلي اللي بتعمل كروسات بشكل مميز جدا. شفنا في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا وفي نهائي دوري ابطال افريقيا كان مشكله حمودي بس من الحركه او من كرات السله. برافو عليك. مشكله بس حمودي في حاجه واحده، الفينيشنج. يعني حمودي بس لو يقدر في التدريبات يركز على الفينيشنج ويتدرب على ازاي ينهي التسديدات سواء باليمين او بالشمال ويعلي المهاره دي عنده، اعتقد علاقته بالجمهور هتختلف تماما. افضل بكتير. هو لاعب مميز بصراحه حمودي. طب خلينا ناخد بعض ردود افعال الجماهير على صفحه قناه الاهلي والصوره الخاصه بمستر مارتن لاسارتي. نبتدي بحمدي الجلدي، قال مدير فني لاسمه، درب في كل من اسبانيا وتشيلي وبلدو اورجواي، ودعنا جميعا نقف وراء الفريق ومدربه بكل قوة، ربما يكون ساحر آخر يذكرنا بالساحر الكبير جوزيه. ودي نقطة كنا بنتكلم عنها مهمة جدا، وهي المساندة، وده دور جمهور النادي الأهلي في الفترة الحالية، إن أنت تساند المدير الفني ومجموعة اللاعبين سواء الموجودين في الفترة الحالية أو المرحلة الحالية، وأيضا اللي هيتم تدعيمهم أو هيكونوا داعمين لصفوف النادي الأهلي في يناير. تكملة لكلام الصديق العزيز، مستر مانويل لما جه في 2001 2002 ما كانش جاي بالسي في اللي هو القوي قوي، يعني ما كانش جاي وهو مدرب يعني واخد بطولات. اكيد طبعا كان عامل اداء جيد مع بنفيكا اعتقد ساعتها، لكن ما كانش برضو السي بتاعه ما كانش قوي. يعني ما دربش مثلا في اسبانيا، ما دربش في ايطاليا، ما دربش في انجلترا، ما دربش في المانيا، وبالتالي بس كان ساعتها اختيار امثل. وانا حتى افتكر الكابتن محمود الخطيب طبعا. كابتن جوهر نبيل داخل دلوقتي في مقر النادي الاهلي عشان يحضر مؤتمر صحفي، اتفضل. افتكر الكابتن محمود الخطيب ساعتها لما كان هو المسؤول عن اختيار مستر مانويل، وافتكر له تصريح كابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن محمود الخطيب هو اللي سافر له البرتغال وهو اتفرج عليه هناك، وساعتها قال تصريح قوي جدا، قال لك انا احد النقط اللي عجبتني في مانويل جوزيه لما كان في ماتش وبين الشوطين احد الاعلاميين راح يعمل معاه حوار فني فقال له لا انا بشتغل. ودي كانت من احد النقط اللي هو ارتكن عليها في التعاقد عشان شخصيته. فانا بشوف ان الناس لازم تبدا يعني تدعم المدير الفني الجديد، ولازم يبقى النهارده في مساحه صبر زي ما قلت، وفي نفس الوقت السي في ملوش دعوه بالتجربه. تاني، السي في ملوش دعوه كل تجربه بتقيم. يعني مثلا ممكن اقول لك مثلا في اي حد يختلف ان تجربه مورينيو مع مان يونايتد في الوقت الحالي تجربه فاشله؟ طبعا ما حدش فاشله طبعا كده طبعا فاشله. لكن ما اقدرش اقول جوزيه مورينيو مدير فني فاشل. لا ما ينفعش. ما اقدرش. الراجل حقق لما اجي اقيم تاريخ الراجل ده كمدير فني حاجه، واقيم تجربته مع مان يونايتد دلوقتي دي حاجه ثانيه. فاحنا عايزين نفرق ما بين النقطتين دول. طيب نكمل تعليقات الجماهير على صفحه قناه الاهلي. ابراهيم عمر قال مش عارف ليه حاسس ان الراجل ده هينجح مع الاهلي، اكيد يعني نتمنى ان شاء الله، وفي تفاؤل واضح يعني من قبل الجماهير. طبعا نصر الدين اسامه نصر قال بص يا مستر لاسارتي، احنا بنحترم وقعات الفريق القليله، لكن جعانين افريقيا وعطشانين كاس العالم للانديه، وده هدف اساسي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. واكيد طبعا فكره ان احنا فعلا مش متعودين من النادي الاهلي ان هو يعني يخسر نهائيين لافريقيا في يعني في وقت قريب، بنتكلم على سنتين ورا بعض، طبعا باختلاف الظروف وباختلاف يعني ظروف كل مرحله وظروف كل بطوله، ولكن يعني لا يسعنا ان نكون لا يعني قدر الله ما شاء فعل. وان شاء الله اهم حاجه النادي الاهلي يبني تيم مش للفوز ببطوله تاني. مش مهم انك تبني تيم للفوز ببطوله، ولكن تبني تيم عشان يعيش معاك فتره. يعني مثلا تعاقد مع جيرالدو الجناح الانجولي، بعض كان في بعض الجدال في حوالين هو مش هيلعب معاه عشان هو شارك مع بريمو دي اوغوستو في دور التمهيدي، وان هو مش هيلعب. لا لا، انا الحق اخد اللعيب ليه؟ انا مش لاقي واحد زيه تاني. صح. ايه ضامن ان انا لو ما تعاقدتش معاه دلوقتي ان انا السنه الجايه هلاقي او هلاقي في نفس الوقت
واحد في مهارته او كويس ان انا اجيبه، لا انا الحق اخد اللعيب ده عشان هو تالق السنه وكل اللي تابعه دوري ابطال افريقيا، خصوصا بطوله دوري ابطال افريقيا مضغوطه السنه دي يعني مش هتاخد فترات كبيره. بالظبط بالظبط، هي الفكره انت دايما دايما التخطيط لازم يبقى للمدى الطويل مش للمدى القصير. انا ما بحبش الشورت تيرم بلان، لا لازم تدعم ولازم انت تحط الخطه بتاعتك ليه فترة طويلة. طيب هتكلم معاك في جزئية الصفقات بس خلينا نكمل طبعا تفاعل الجماهير. يعني محمود بدر قال ربنا معاه، المهمة كبيرة جدا بس أنا شايف ممكن ينجح. مرحبا بك في القلعة الأكبر والأكثر تتويجا بالألقاب على صعيد القارة السمراء والشرق الأوسط. كمان سامر سعد قال أنا متفائل جدا بهذا المدرب بس مش عارف ليه إن هو متفائل، يعني إن شاء الله تكون تفاؤله في محله والراجل يقدر ينجح مع النادي الأهلي. يعني شايفين من التعليقات كده واحنا بنقراها مع بعض ان الناس حاسين بالمسؤوليه الكبيره اللي على جمهور النادي الاهلي في الاول باهميه مسانده الفريق، وكمان اللي على المدير الفني الجديد ومتفائلين بيه، وده شيء اعتقد مهم جدا وبيكون دافع لاي مدير فني جديد يتولى مهمه اي فريق مش بنتكلم بس على فريق النادي الاهلي. اكيد زي ما شرحنا هي بس مساله وقت ومساله صبر، ونبدا نقيم الراجل بعد قليل طبعا خلاص المؤتمر الصحفي هيبتدي ودي التجهيزات الخاصه بالمؤتمر الصحفي. اكيد فلازم ما الراجل ياخد فتره مساحه، ما يبقاش تقييمه مثلا مختلفه. طب في نص الملعب نص الملعب انت محتاج، انا في وجهه نظري محتاج هاف ديفندر عنده ورك ريت عالي. يعني ايه؟ بس مواصفات مين؟ مواصفات طارق حامد نادي الزمالك. تمام، لعيب مميز طبعا. بتكلم على لعيب الورك ريت، يعني ايه بقى ورك ريت عشان بس نوضح الفكره للساده المشاهدين؟ انت بتحتاج دايما في نص الملعب يبقى عندك لعيب باسير عنده باسنج عالي ولعيب بيغطي اكبر عدد من المساحه في نص الملعب. ليه؟ عشان يقدر النهارده يعني ينقذك من اي هجمه مرتده عليك. بيعمل الحته دي حسام عاشور، ولكن في وجهه نظري حسام عاشور استهلك استهلك تماما زي وليد سليمان. حسام عاشور ده بصراحه يا المفروض تعمل تمثال الراجل ده طبعا. استهلك في هذا المركز وهو اللي شايل المركز ده من بعد مين؟ من بعد محمد شوقي. صح، ده الوحيد اللي قدر فعلا تتكلم على لعيب عنده بوزيشننج واهم وتقيمه فين؟ في الكره الثانيه. الهاف ديفندر بيتم تقييمه في كميه الكرات الثانيه اللي بيحصل عليها سواء الهوائيه او الارضيه. وبالتالي انا بشوف النادي الاهلي محتاج يجيب لعيب يبقى يتحط في المركز ده. وهديك مثلا يا امير، نيدفيد لما لعب المركز ده في ماتش اعتقد لعب المركز الماتش اللي قبل اللي فات ماتش الطلائع ماتش الجيش بالظبط كده كان ممتاز جدا. ليه؟ لكن نيدفيد بيجري وكريم نيدفيد طبعا في الوقت الاخير قدر يكسر الحاجز ما بينه وبين الجمهور واستعاد ثقه الجمهور. صح، لانه فعلا يعني تحس ان هو في دم اهلاوي، ولد فعلا يعني غيور على النادي الروح بتاعت الاهلي بصراحه. يعني ولد فعلا من ابناء النادي متربى في النادي بالظبط، فده الناس حست. فبالتالي الحاجز نفسه اتشال. لما الحاجز نفسه اتشال ايه اللي حصل؟ لما انت حطيت كريم نيدفيد في مركز 6 مش 8 وست السوليه في 8، يعني السوليه في 8 ممتاز طبعا كبوكس بوكس. عمرو السوليه فعلا لعيب مميز عالي جدا وبصير كويس، بس عمرو السوليه ما يقدرش، ما عندوش الورك ريت بتاعه مش عالي، ما بيجريش كتير، بيتمشى. عارف انت كده بالظبط ايه؟ زي يعني الشباب اللي بيحبوا الجيم بيبقى عندك ثلاث سرعات، عندك سرعه المشي، عندك سرعه الجوجنج اللي انت ايه بتمد، وعندك سرعه الجري. عمرو السوليه بيمد ما بيجريش، طارق حامد بيجري ودي طريقه لعب بالظبط، هو مميز برضه. ده بقى دور المدير الفني ازاي النهارده يبقى عندي اثنين، واحد الورك ريت بتاعه عالي بيلم لي المنطقه دي كلها، وواحد بيمد شويه كده وبيغطي معاه وبيسانده وبس، الباسنج عنده اعلى منه. حسام عاشور كباسير مش اكيد مش زي عمرو سوليه، لكن انا بشوف ان النادي الاهلي محتاج لاعب يبقى بديل لحسام عاشور او في نفس المستوى طبعا عشان يقدر يكمل. طيب دي لقطات حيه دلوقتي من داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره، وتوجه مستر لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي بصحبه كل من كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سمير عدلي ايضا المدير الاداري، في اتجاههم لقاعه المؤتمر الصحفي بالمبنى الاجتماعي بمقر النادي الاهلي في الجزيره عشان يتم عقد هذا المؤتمر الصحفي للتعارف مع الاعلام المصري ما بين المدير الفني الارجواني والاعلام المصري بشكل جيد، ويتم التواصل بشكل اكثر دقه. واكيد هيكون مؤتمر صحفي مميز، واحنا زي ما احنا عارفين بننقله لحضراتكم مباشر وحصريا على قناه الاهلي كالعاده. طبعا اكيد نتمنى المستر مارتن لاسارتي كل التوفيق مع النادي الاهلي في المرحله المقبله اللي هتبتدي بعد مباراه الاياب امام فريق جيما الاثيوبي، واكيد ان شاء الله هتكون مرحله غايه في الاهميه. عدد من البطولات اكيد بينافس فيهم النادي الاهلي، ابرزهم بطوله دوري ابطال افريقيا طبعا، بالطبع اكيد بطوله الدوري العام بطوله لا تقل اهميه، وبطوله الكاس طبعا، وبطولات اكيد كلها مهمه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي في كل مكان. برضو النقطه اللي انا عايز اركز
عليها بصراحه، لان نعم. البعض وانت ابتديت بيها فقرتنا النهارده ان البعض كان الفترات اللي فاتت بيقول اخبار كتير جدا من داخل النادي الاهلي، لكن حاجه تحسب وانا عايز اركز عليها بصراحه بشكل كبير جدا تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب في ان كل الناس اللي اجتهدت ما قالتش اسم لاسارتي ان هو ممكن يكون المدير الفني للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. حتى يعني كان اعتقد الاسم كان اقصى تداولا اعتقد هو دياز اللي كان يعني كان في مفاوضات معاه، لكن تاني فتره من فترات بروس طبعا بالظبط، لكن انا بشوف تاني ان الحفاظ على سريه المفاوضات بتخلي حتى عارف يا امير تشتغل براحتك ما عندكش ازمه. اكيد طبعا في فرق كتيره في المنطقه كلها، سواء في انت طبعا محسوب عليك شمال افريقيا ومحسوب عليك افريقيا ومحسوب عليك حتى بعض الانديه في اسيا وفي الخليج. لو عرفوا ان انت بتتفاوض مع مدير فني كويس والنادي الاهلي حتى بتفاوض معاه، هو ممكن يقدم له عرض يبقى افضل منك طبعًا. وبالتالي ياخده منك في غضون يومين، وده شفناه حتى حصلت مع النادي الاهلي في اوقات كتيره في الوقت القريب. فبالتالي انا بشوف احد النقط المهمه جدا في مساله التفاوض، المفاوض الذكي والشاطر هو اللي ما يعلنش اسم اللاعب او مدرب غير لما يوقع طبعًا. ولازم دايما 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 يحافظ على النقطه دي عشان في الاخر الفضل يتنسب ليه، المؤسسه ما تتنسبش ليه الى الفرد. طيب عايز اتكلم عن شخصيتين بالتحديد، كابتن نعم. سعد عبد الحفيظ كمدير نعم. كوره نعم تمام، شيء مهم جدا عايزين نتكلم فيه بالتفصيل وكابتن محمد يوسف. نبتدي بكابتن سعد عبد الحفيظ. نتكلم كتير. بص كابتن سعد عبد الحفيظ في وجهه نظري الشخصيه افضل مدير كوره في مصر حاليا. تمام. ليه بقى؟ كابتن سعد عبد الحفيظ اتعلم من سنوات كتيره في يعني هو اشتغل مع اجهزه فنيه كتير. كابتن سعد عبد الحفيظ شوف في الملعب يعني برضه في شغلي يعني بنزل الملعب كتير، كابتن سعد عبد الحفيظ بيعرف امتى يقوم من على الدكه وامتى ما يقومش. بالظبط. والله العظيم بجد اللي بيروح يعني انا رحت الملعب كتير بيروح الملعب بيشوف ويركز مع كابتن سعد عبد الحفيظ بيعرف امتى يقوم وامتى ما يقومش. صح. كلمته جراء شغله في الميديا في فتره معينه علمته امتى يقول كلمه وامتى ما يقولهاش، امتى يضغط وامتى ما يضغطش، ومحافظ على اسلوبه وطريقته بحيث ما حدش يقدر يمسك عليه خطا. فانا بشوف الكابتن سعد عبد الحفيظ وجوده واحد من اهم الحاجات اللي ساعد الكابتن محمد يوسف في الفتره الاخيره حتى بعد ماتش المقاولين. يعني بعد ماتش المقاولين والخساره، وطبعا كانت خساره قريبه بعد الخروج الافريقي وبعد الخروج العربي، كابتن سامح حفيظ ساعتها لما طلع اتكلم بشكل متوازن جدا. صح. واتكلم في امور هو يملكها. يعني الكابتن سامح حفيظ لما بيقول تصريح يملكه في ايده. بالزبط. يملكه ما بيقولش حاجه لا يملكها. صح. عشان ما يورطش نفسه التصريح، فاهمني؟ وبالتالي انا بشوف هو عامل دور كبير جدا في احتواء اللعيبه، في ازاي النهارده يتصرف معاهم، حتى عقليته واضح ان هو متطور بشكل كبير جدا 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 في منصب مدير كوره. فانا بشوفه في الوقت الحالي بصراحه هو احسن مدير كوره في مصر، وملم كمان باللوائح، وده شيء مهم جدا. اكيد طبعا. شفنا أكيد في مباراه بتروجيت وازمه اللبس لو تفتكر، وعايز اروح الراجل كان مصمم على الموقف لان هو ملم باللوائح. صح ده صحيح. وعايز اروح حاجه ثانيه، نظرته كمان في اختيار اللعيبه كابتن حفيظ فعلا. نظرته إذن ده كان المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم مستر مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروغواياني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. كلام أكيد كان مهم، هنتكلم عن تفاصيل المؤتمر بشكل أكبر. لسه مستمر معانا أستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كرة. مؤتمر صحفي كان هام، و في حاجات كده تبين او تدعي للتفاؤل بالنسبه لجمهور النادي الاهلي من خلال تصريحات مستر مارتن لاسارتي. شوف هو طبعا اول حاجه نبدا نقيمها الجزء الشخصي مش الجزء الفني، يعني طبعًا. الجزء الشخصي واضح ان لاسارتي شخصيه قويه. شخصيه قويه، وعلى المستوى الشخصي انا احب دايما المدير الفني اللي عنده حته دراميه في تصريحاته. اللي هو يقول لك الكوره زي الحياه وهي مش فير او مش عادله. يعني المدير الفني ده انا اعتقد بيبين ان هو تاثيره بس مش هيبقى على اللاعبين كفنيات، ولكن كعلى العقليه. العقليه واسلوب التفكير والطريقه، يعني خلي بالك برضه امير لعيب الكوره مش مهاره بس. بالظبط. ده مهاره وتصرفات جوه الملعب وخارج الملعب. فبنتكلم احنا من يعني بص من ايماءاته حتى والحركه طبعا الاخيره. الحركه الاخيره دي فيها ذكاء كبير جدا، قوية جدا. بيحاول يكتسب. بالظبط. برافو عليك. وشخصيه، لا هو واضح ان هو شخصيه قويه. واهم حاجه في تصريحاته معقوله، يعني واضح من التصريحات ان هو متحفز.
بشكل كبير جدا للتجربه. بس حذر لو حته ان بس تيجي تقول له هتوقع بالبطوله ما بوعدش، بس ده تصريح موفق منه. اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا. بتتكلم على مدير فني حذر في تصريحاته، قوي حاسم لما بيلاقي ان الاجابه ما تحتاجش لاكتر من خمس كلمات، هم خمس كلمات خلاص انتهى الموضوع. فانا اعتقد البدايه اعتقد هو في شرق لحد ما بسيط يعني في الشخصيه ما بينه وبين مستر مان، ان هو زي ما قلت لك بيدي التصريح بشكل درامي شويه، ففي شكل كده تحس ايه بيقول مثل او بيقول بيقول حاجه كوت من الادب، فاهم قصدي؟ فانا اعتقد ان هو شخصيته النادي الاهلي محتاج شخصية زي مدير فني بالشخصيه دي حاليا. طبعا من ضمن برضو تصريحاته او في البدايه خلينا نقول ان هو هيتولى المهمه رسميا حسب ما هو قال من يوم 28. الراجل هيسافر بكره لبلاده عشان يجهز كل الامور الخاصه بيه، بعد كده يرجع لمصر. يتم طبعا قياده النادي الاهلي، وهتكون اول مباراه ليه بالمناسبه هتكون مباراه الاهلي وانبي يوم 30 من الشهر الجاري، هتكون بعد مباراه الداخليه. مش هيكون هو ليه دعوه بمباراه، او مش يعني هيكون بيشرف على فريق في مباراه الداخليه. الراجل هيتولى التدريب من اول مباراه ام دي يعني بعد بالظبط حوالي 11 يوم من دلوقتي. ده شيء جيد انا اعتقد. واهم بصراحه يعني ماتش جمال الاثيوبي، يعني ده اعتقد ان هو يعني برضو ما يحسبش عليه، واتمنى ان شاء الله يعني النادي الاهلي يتجاوز الماتش. كنت اتمنى الماتش طبعا كنا شفناه كان ممكن سهل جدا يخلص 4-5، لكن قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله النادي الاهلي قادر اللعيبه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله يحسموا التاهل، والراجل نبدا بقى يعني ان شاء الله يبقى محطوط تحت ضغط قليل ونحاسبه من دور المجموعات في افريقيا ان شاء الله. طيب هو كان ليه بعض التصريحات وقال اسباب اختياره للنادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، واضح ان هو الراجل ملم بكل ما يخص نادي كبير بحجم النادي الاهلي. اكيد هو طبعا مدرك للمهمه اللي هو فيها، وعارف طبعا ان هو ربما يكون الماتشات اللي شافها والفيديوهات شافها ما شافش فيها جمهور كتير في الملعب بسبب يعني الظروف اللي احنا بنمر بيها، ولكن اكيد هو عارف ان النادي الاهلي عنده شعبيه كبيره جدا وان في ملايين بتتابعه، واكيد عرف برضو من البحث بتاعه واضح ان هو معاه تيم بيعمل سيرش كويس، بيعمل بحث كويس على التجربه اللي هو هياخدها، سواء من حتى هو بيتكلم قال انا معاه جبت ماتيريال للنادي الاهلي وجبت ماتيريال للمنافسين، فواضح ان هو شغال بشكل كويس، واكيد هو عارف مدى الخطوره اللي هو ماسكها حاليا النادي الاهلي يعني لحد ما بعد خساره البطولتين لافريقيا في حد ما ضغط شويه، لكن هو الراجل انا بحييه ان هو طلب ان هم ما يضغطوش على اللعيبه وقال اضغطوا عليا انا، لكن ده برضه تصريح موفق جدا جدا وبيكسب بيه لعيبته عشان دايما يبقى هو اللي بيشيل المسؤوليه. ده شيء مهم جدا عند مدير فني امير ان هو دايما اللي يشيل المسؤوليه، اللعيبه ما لهاش دعوه. انا المسؤول، ما حدش يعاتب اللعيبه، انا اللي اشيل سواء الايجابيات او السلبيات. وده عشان كده بقول لك هو في تصريحاته النهارده اعتقد يعني كسر حواجز كتيره قوي، واعتقد بقى ممكن يبدا ياخد يعني مساحه وقت ومساحه شغل عشان يعمل الفكر اللي هو عايزه ويورينا هو يقدر يعمل ايه. مع ده اللي هو قاله، قال ان احنا كجهاز فني وكلاعبين محتاجين الصبر بس من جمهور النادي الاهلي في المرحله المقبله. اعتقد شيء مطلوب جدا. صحيح يعني. ده صحيح. طيب اتفضل. تمام. بنتكلم برضو عن تشكيل اللاعبين، قال هو يعني وسائل الفوز بالنسبه له ان يكون مع لاعبين جيدين، وان كل واحد يكون عارف مهام عمله بالشكل المطلوب ويؤدي اللي عليه، والباقي النتيجه هتيجي بعد كده وهنستنى النتائج المرجوه يعني. يعني من كلامك ده هو قال جمله مهمه جدا 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 اللي هي لما قال انا عطلت اللعب انا لسه هشوف اللعيبه تقدر تعمل ايه، وبناء على امكانياتهم ابدا اختار طريقه اللعب. وهنا ده انا بحييه على ان انا بحب الاسلوب ده. في مديرين فنيين بيبقوا مقتنعين بطريقه لعب وبيجي ياخدها يركبها. وهدي مثلا بسيط زي مين؟ زي مثلا جاريدو. جاريدو لما جه مع النادي الاهلي هو كان جاي بخطه لعب معينه وعايز يطبقها، وحتى دلوقتي مع الرجاء بيلعب بيها، وشفنا مثلا ماتش زي ماتش الاسماعيلي الاخير كان فيها مشاكل. لكن انا بحب المدير الفني اللي بيشوف امكانياته ايه الامكانيات المتاحه حاليا وابدا المناسب مع الامكانيات بالظبط، عشان النهارده ما احطهمش في اختبار اصعب من امكانياتهم. ممكن اقول لك والله انا مقتنع تماما بان العب 4-3-3 بلاي ميكر تمام وهطير الناس كلها. طب افرض يا سيدي اللعيبه اللي معاك حاليا ما يقدروش بدنيا يعملوا الكلام ده، لا. فانا بشوف ان هو يعني التشكيل ده كان موفق جدا جدا انه يشوف امكانيات اللعيبه وبناء عليه يختار طريقه اللعب. طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي ولقائه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. نروح بسرعه.
برحب بيك من جديد زميلي امير هشام، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. سريعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد بنبارك اكيد لكل الجهاز الفني سواء مستر مارتن، كل كمان الكابتن طارق سليمان، كل مش عايزين طبعا نقول اسماء. مرحله جديده ومهمه جديده خلال الفتره القادمه، بنشوف ازاي حضور الراجل المؤتمر الصحفي والاهتمام الاعلامي الكبير جدا يا كابتن سيد. طبعا ده وضع طبيعي جدا لمدير فني النادي الاهلي، فالتغطيه طبعا بتناسب الحدث، لكن زي ما انا قلت يعني في الاول والاخر هو شغل ومرحله صعبه، وان شاء الله الرحمن نعديها بشكل كويس، وان شاء الله الرحمن باذن الله نوصل للي احنا عايزينه والاهداف اللي احنا عايزين نحققها. عندنا مباراه النهارده، وعندنا مباراه كمان مع جيم الاثيوبي باذن الله مباراه العوده، وبعدين مباراتين في المرحله ديت، وان شاء الله الرحمن الامور تبقى كويسه باذن الله. عارف يمكن من تاكيدك على طول كابتن سيد ان الاختيار كان فيه تاني بشكل كبير جدا للمدير الفني كابتن محمود الخطيب، الشخصيه مهمه والاصرار. النادي الاهلي له متطلبات عديده جدا وكثيره جدا على ما اعتقد بشكل كبير بتنطبق على مستر مارتن لاسارتي، يمكن هو عنده اصرار وعنده عزيمه واضح من كلامه بشكل كبير جدا يا كابتن. يبقى التوفيق باذن الله، ان شاء الله الرحمن يبقى التوفيق حليفنا ان شاء الله. خلينا نشتغل وخلينا ننتظر وخلينا نشوف الدنيا صندوقها مخبين ايه، فان شاء الله الرحمن يبقى حاجه كويسه، لكن في الاخر اللي تملكه هو الشغل يعني. مباراه النجوم انا عارف انت تطلع من هنا المؤتمر مباشره على الفندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي، ومباشره بعدها مباراه العوده، كيف ترى المباراتين في الوقت ده القليل جدا يا كابتن سيد؟ نتعامل مع الموقف بقى خلاص، يعني مش عايز اتكلم في لا مبررات ولا ظروف، خلينا نتعامل مع الموقف ونعدي ان شاء الله. الرساله الاخيره لكل اللاعبين بعد اكتمال الجهاز الفني قياده فنيه جديده، كابتن سيد عبد الحفيظ بخبرته الكبيره يقول لكل لعيبه النادي الاهلي على المرحله القادمه. مراحل الحياه بتعدي بيك، ففيها مرحله بتبقى فيها تحديات، يعني بيبقى فيها نوع من النديه والعناد في بعض الوقت يعني، فاعتقد احنا في مرحله تحديات، فان شاء الله الرحمن على الجميع ان هو يثبت ذاته ويثبت امكانياته وقدراته، وده مهم يوصل للناس كلها. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. زي ما اكدنا وقلنا الكابتن سيد عبد الحفيظ تحدث في المؤتمر الصحفي، والمدير الفني ايضا كمان تحدث في المؤتمر الصحفي على شخصيه المدرب وشخصيه المدير الفني ومتطلبات الفتره القادمه لفريق النادي الاهلي. بالفعل اكتمل الجهاز الفني بعد الاعلان اليوم مستر مارتن لاسارتي المدير الفني وباقي طبعا اعضاء الجهاز الفني، ان شاء الله كل الدعم وكل المسانده وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني مجلس الاداره، الجميع ان شاء الله على قلب رجل واحد، بدايه من اليوم مباراه النجوم ومنها مباراه العوده مباراة تجيما بطل اثيوبيا. ان شاء الله يا امير خلال الفتره القادمه تكون فتره انتصارات لفريق النادي الاهلي. برجع لك يا امير في الاستوديو وكل مشاهدينا. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا عن هذا اللقاء الهام مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. كابتن سيد عبد الحفيظ تكلم رائع بصراحه، حدث جيد جدا. بص وعارف بيقول ايه اكيد طبعا، زي ما قلت لك قبل المؤتمر الكابتن سيد استفاد من الفتره اللي اشتغلها في الميديا وفي الاعلام، واضافه ان هو اوريدي يعني هو مدير كوره قوي، وانا بصراحه حابب جدا جدا احييه على اللافته اللي هو عملها في نهايه المؤتمر بانه اشاد بأولاد النادي الأهلي طبعا، وإنه كل واحد اشتغل وإدى كل واحد حقه حتى لو هم مش هيتواجدوا في الفترة الجاية، فأعتقد دي لفتة جيدة جدا ويستحق الكابتن سيد يعني تحيتنا كلها عليها. طيب اتكلم مستر لاسارتي على الإصابات. نعم. وقال إن ده شيء ممكن يكون بيقلقه شوية، بس هو عارف إزاي هيتعامل مع الجزئية دي. زي ما قلت لك يا أمير، بص موضوع الإصابات ده محتاج دراسة، محتاج وقت، أنت هترجعه لكذا سبب. يعني أنت ممكن مثلا تروح لي مثلا تروح الدكتور تقول له عندي اصابات كتير، يقول لك اصل مشكله في مدرب الاحمال. تروح مدرب الاحمال تقول له دلوقتي احنا يعني ايه المشكله؟ هل انت حطيت خطه غلط او انت شغال باسلوب خاطئ او بتاع؟ يقول لك لا اصل انا عندي ضغط مباريات وكمان اختلاف ارضيه الملاعب بلعب عليها، ويرجع حساب تاني. فالموضوع محتاج دراسه، محتاج دراسة وكل حاجه تشك فيها، يعني محتاج ان انت تحط شك في كل شيء، بحيث ان انت بعد ما تنهي الدراسه دي، وهتحتاج وقت اكيد طبعا، محتاج كذا واحد يشتغل عليها عشان النهارده تبدا تقول لا انا قعدت فتره. النادي الاهلي يا جماعه بيدفع ملايين في اللعيبه، بيدفع ملايين مرتبات سنويه ملايين، فلازم النهارده كمان النادي الاهلي يحمي نفسه من انقاذ الملايين دي. بالزبط. كل ما اللعيب بيقعد سايد لاين يعني بيقعد بره الملعب كتير، انت بتخسر فلوس، ان هو ما بيلعبش معاك، تدفع له الراتب بتاعه. فانا اعتقد النادي الاهلي زي ما بيدفع في مبالغ كبيره في اللعيبه واجهزه فنيه، لازم يدفع مبالغ كبيره في الاجهزه الطبيه، في الادوات، في تحسين الملاعب، في كل اي شيء له يعني علاقه بالحفاظ على اللاعب بتاعي عشان يلعب معايا اكبر نسبه من المباريات في الموسم. طيب من ضمن التصريحات المهمه جدا وانا شايفها بصراحه متوافقه جدا مع شخصيه النادي الاهلي، ان هو قال لك روح الفريق هي أكيد اللي هتؤدي لاسعاد جمهور النادي الاهلي. يبقى الراجل مدرك كويس قوي ان الروح دايما الروح القتاليه في الملعب، وروح الفانيله الحمراء بشكل عام هي اللي بتقود النادي الاهلي دايما. انتصار جزء
عشان نبقى واضحين. طبعا اكيد جزء، لا في عوامل اكيد احنا بنشتغل، احنا بنشتغل وبنحط الخطه صح وبنحط كل حاجه صح، زي ما الكابتن سامح حفيظ قال في جزء التوفيق، التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء يعني. بالظبط طبعا. ممكن تشتغل وتعمل كل حاجه لكن ربنا ممكن ما يوفقش اي سبب كان، فانت بتعمل ايه؟ انت لازم تشتغل صح وتحط وتسبب الاسباب وكل شيء، ويتبقى ان انت يبقى عندك روح بقى، عندك شغف ان انا عايز انجح، انا عايز النهارده النادي بتاعي زي مثلا ماتش جيم الاخير، كنت اتمنى اللعيبه يبقى عندها شغف تجيب الثالث. ليه؟ عشان اروح الماتش الاياب وانا مرتاح. يعني انت خلصتش الاول بهدف، لازم يكون احسن الامور يعني. ما ينفعش اكتفي، ما ينفعش انا النهارده جبت هدف او جبت هدفين، ما ينفعش استكين، ما ينفعش خلاص اقول خلاص الواجب اتعمل، لا الواجب ما اتعملش. انت لغايه اخر دقيقه شغال عشان تبدا ترتاح. يعني النهارده انت رايح اثيوبيا عندنا مشكله اكسجين، الله اعلم الحكم هيبقى عامل ازاي. يعني دايما لازم لاعب النادي الاهلي يبقى حاطط في دماغه ان انا ما بقفش، جبت الاول اجيب الثاني، جبت الثاني اجيب الثالث، جبت الثالث اجيب الرابع وهكذا. تمام. اتكلم برضه عن الصفقات، وقال ان موضوع الصفقات ده هيكون ما بينه وبين كابتن سيد عبد الحفيظ في اختيار اللاعبين، وهيبقى اكيد في تواصل ما بينه وبين كابتن سيد عبد الحفيظ بالتحديد بدايه من النهارده او بدايه من امبارح، وده اكيد هيكون شيء مهم. الميزه الاخرى المفاوضات على حد اللي هو قاله ان المفاوضات قعدت 6 7 ايام، اسبوع 10 ايام، 6 7 ايام ما حدش وصل لاسم المدير الفني، بالعكس كان في اسماء بتطرح أكيد. في خلال الاسبوع اللي فات ده أكيد. وكان في اجتهادات بتقول ان كابتن محمد يوسف هو اللي هيكون المدير الفني. ده اكيد، ده اكيد. وانا اعتقد سرعه انهاء المفاوضات واكيد عليه يوضح لك ان هو قاله اول ما جاله الاوفر جاله هو عمل اعتبار كبير واهميه، وحتى هو قال ان انا كان عندي عروض ثانيه حسب الوكيل بتاعه، بس عرض النادي الاهلي كان الاعلى اسما. يعني طبعاً. هو مقدر اسم النادي الاهلي، وازاي النهارده يبقى اسمه مقترن باسم النادي الاهلي اللي اكيد اسم النادي الاهلي بيفوق انديه كتير حتى في اوروبا. وبالتالي انا بشوف ان هم الايه الدوافع عند لاسارتي متمشيه مع الدوافع الحاليه عند النادي الاهلي، وان شاء الله ساعات بيبقى توافق الدوافع دي ما بين المدير وما بين المدير الفني وما بين النادي بيتأهل لنتائج تتحقق في المستقبل ان شاء الله. تمام. من ضمن برضو الامور اللي اتكلم عليها وهي خاصه بالضغوط الجماهيريه، مهم جدا ان اي لاعب داخل النادي الاهلي او جهاز فني او اي احد افراد الجهاز الفني لازم يكونوا مدركين جدا حجم الضغوط اللي بيواجهها فريق جماهيري، ومش اي جماهير، ده عدد كبير جدا، اغلبيه جماهير كره مصريه اهلاويه. فطبيعي بيبقى فيه ضغوط كبيره جدا. الراجل بيقول ان هو متعود على هذه الضغوط وكان ماسك فريق اسمه ناسيونال، يعني نفس معنى اسم النادي الاهلي باللغه بتاعتهم، وكان فريق جماهيري كبير، فبالتالي هو متعود على هذه الضغوط. صحيح. ودي ميزه مهمه أكيد. جدا موجود. اكيد. بص، شوف ضغوط الجماهير دايما يا امير بتخلي اللعيب مركز، بتخلي اللعيب فوكس، وبتخليه دايما يطلع اقصى ما عنده، ودي النقطه اللي ممكن اكيد الكره المصريه يعني افتقدتها في الفترة الأخيرة، إن احنا ما بقناش بنشوف ال 50,000 وال 40,000 وال 30,000 غير في ماتشات المنتخب بس، أو لما النادي الأهلي يعني كان بيصعد، يعني الفرقة المصرية تصعد للأدوار النهائية في البطولات الأفريقية. وبالتالي أنا بشوف ممكن هو التصريح بتاعه تصريح ذكي، هو عايز دايما يخلي اللعيب مركز، وأحد أدوات تركيز اللعيبه الجمهور، ولكن ما تجيش بشكل سلبي. صح. ساعات الضغط الزايد على اللزوم بيجي بشكل سلبي، ولازم بصراحه يعني لعيب النادي الاهلي يبقى يتحمل الضغوط. انت ما بتلعبش نادي بسيط او النهارده انت ما عندكش اهداف، لا النادي الاهلي عنده اهداف، ودايما اي بطوله بيلعبها اي ماتش حتى لو ماتش ودي انت مطالب انت تكسب. فبالتالي انا بشوف لعيب النادي الاهلي لازم تستحمل الضغط، لازم يتحملوا جماهيرهم اللي هم برده الجماهير الامانه كلنا مشفقين عليها. احنا طبعاً. مروا بفتره صعبه جدا، مش متعودين عليها، بقى لنا سنتين يعني الموضوع صعب برضه. فلازم انت تعمل اعتبار وتعمل حساب ان الجمهور يعني شاف ايام صعبه شويه في السنتين الاخيرين، ولكن نتمنى ان الفتره الحاليه تبقى مماثله ل 2001 2004 واللي بعد 2004 ان شاء الله. كانت الموضوع كان افضل بكتير، كبيره طبعا. نعم. طيب، يعني برضو من ضمن الكلام الخاص بيه، ويعني طبيعي ان ممكن اي مدير فني يجي يقول لك لا انا عايز جهاز فني اجنبي كله يكون معايا، لكن هو قال ان انا بؤمن بان يكون معايا اثنين مدربين مصريين ملمين بالامور بشكل كامل في مصر، فبالتالي ده هيؤدي لتفاهم كبير جدا ما بين اعضاء الجهاز الفني. شوف، قوه هيكتور كوبر ما كانتش في هيكتور كوبر بس، ولكن كانت في فانتا اللي كان معاه. تمام. كنت بحضر تدريبات المنتخب وفانتا هو اللي كان بيقود يعني التدريب بشكل كبير حتى اكتر من هيكتور كوبر. هيكتور كوبر كان الراجل اللي بيحط الاستراتيجي الاخيره او الخطه الاخيره. انا اعتقد اهميه المدرب المساعد الاولاني، اول واحد بيعتمد عليه مدير فني، لازم يبقى من جنسيته ولازم يبقى من لغته. ليه؟ عشان التفاهم، عشان حتى كمان النظره. صح. هم بيبقوا متوافقين مع بعض، فده اهم منصب
انت يبقى معاك، ما فيش مشكله خالص يبقى معاك مدرب حراس مرمى وطني، معاك مدرب مساعد وطني بتحاول تكبره، مدرب العام طبعا كابتن محمد يوسف موجود عشان خبرته ويفهمه برضه يديله فكره عن اللعيبه، واكيد طبعا كابتن محمد يوسف برضه انت بتثقله طبعا. محمد يوسف انت بتكسب حاجتين، كابتن محمد يوسف بيكتسب من خبره المدير الفني الاجنبي، واحنا نقول امان احنا قدام شخصيه واضح ان احنا هنستفاد منها كلنا. الراجل انا بحب التصريحات اللي هو زي ما قلت لك بيبقى تصريحه ذكي، وطبعا ملازم، دي النقطه المهمه برضه ما اقدرش ما اخفيهاش، مدرب الاحمال حاليا في الكره المصريه لازم يكون اجنبي، لازم الاهلي ونادي الزمالك نجوم وبتروجيت. كابتن احمد سامي عامل فرقه ممتازه جدا حسب كابتن معاه، بيلعب بالامكانيات بتاعته، ما بيحاولش يخاطر، وعنده حلول سريعه. يعني مثلا دايما نادي النجوم عنده مساحه انه يرجع في الشوط الثاني، وعمل ده مع بتروجيت في ماتش كان واحد من احلى ماتشات الدوري السنه دي. بتروجيت كان كسبان 2-0 الشوط الاول، ورجع هو عمل ريمونتاد زي ما بنقول في الشوط الثاني وجاب 3 اهداف. حتى في ماتش بيراميدز، ماتش بيراميدز عمل ماتش تكتيكي جيد، لكن ارتكب اكبر غلطه ممكن مدير فني يعملها ان هو اتاخر في التغييرات، فكان الاحمال عند لعيبه نادي بيراميدز افضل، لياقتهم كانت افضل من النجوم، فلعيبه نادي النجوم وقعت، وبالتالي جه نبيل دونجا شاط واحد من احلى فعلا اهداف الدوري. فانا بشوف كابتن مشكله النادي الاهلي مع كابتن احمد سامي، لازم النادي الاهلي يقفل الاطراف. كابتن احمد سامي على طول بيلعب على الكرات العرضيه، وعنده اعتقد كمان اسلام الفار ساعات بيحاول يحطه في مواقف واحد على واحد، عشان اسلام الفار لحد ما مهاري. ولكن نصيحه لاي حد هيلعب على اسلام الفار، دايما حول المنافسه معاه من مهاريه لجسديه، لان اسلام الفار لحد ما بدني ضعيف شويه. سريعا واخيرا، مباراه جيما الان، حاسس ان انت قلقان شويه. طبعا ولاعيبه النادي الاهلي لازم تعرف ان هم لحد الامانه النتيجه مش مريحه بصراحه، عشان يبقى متفقين هم اللي حطوا نفسهم في الموقف ده. ده ماتش بصراحه يعني زي ماتش نادي الزمالك مع القطن، يعني بتتكلم على منافس مش موجود خالص، بتتكلم يعني سهل جدا الماتش ده كان يخلص 3 و4 و5، كان نفسي يجيبوا الهدف الثالث حتى عشان نقول صعب ان الفرقه دي تكسب 3 في ارضها. ولكن اشوف ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي محتاج الجهاز الطبي يحط حلول لموضوع نقص الاكسجين بالزبط. والجهاز الفني ياكد على اللعيبه امتى يعلي الريتم وامتى يوطيه، عشان ما يستهلكش نفسه في اول 45 دقيقه وبالتالي الشوط الثاني بندفع الثمن. بس انا عارف احنا مستعجلين، بس اقول حاجه واحده، زمان كان في منتخب الاولمبي المصري في فترات كسب لنا منتخب الاولمبي الاثيوبي 5-0 5-0 رحنا هناك اتغلبنا 5-0 بس ليه؟ مش فني. الشوط الثاني في الشوط الثاني ان اللعيبه استنفذت كل طاقتها الشوط الاول، وبالتالي ما قدرتش تكمل. ان شاء الله دي كلها تكون دروس للفريق وللنادي الاهلي. كريم انا بشكرك، شكرا جزيلا، كنت سعيد جدا معاك، ومبروك على النادي الاهلي الجهاز الفني. ربنا يخليك. طبعا كان معانا استاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره، اتكلمنا باستفاضه عن المؤتمر الصحفي الخاص بمستر مارتن لاسارتي المدير الفني الارجواني الجديد لفريق النادي الاهلي. نتمنى له بكل تاكيد هو وجهازه المعاون كل التوفيق خلال المرحله الهامه جدا المقبله. الراجل هيتولى مران الفريق بشكل رسمي من يوم 28 من الشهر الجاري، ان شاء الله يكون موفق هو والجهاز الفني واللاعبين في اسعاد جمهور القلعه الحمراء اللي يعني نفسه يفرح شويه بعد فتره كانت صعبه جدا، لكن القادم اكيد افضل وافضل بالنسبه للنادي الاهلي. دي كانت تغطيتنا النهارده، هذه التغطيه الخاصه للمؤتمر الصحفي للمدير الفني الجديد للنادي الاهلي. الى اللقاء.